أكثر خمس موضوعات أثارت الرأي العام في الأسبوع الماضي، فقرة المناظرات الأسبوعية 4+1 هتبدأها عفاف السيد بالجدل اللي أثير داخل البرلمان، والنهارده البرلمان واخد أغلبية في المواضيع. الجدل اللي أثير داخل البرلمان حول خلال مناقشة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، تحديدا فيما يتعلق بملف الاختفاء القسري، هتتكلم عليه عفاف السيد. إبراهيم الجرحي هيقول لنا هل البرلمان أكثر تشددا من الحكومة بسبب رفضه نص قانوني يمنح التنظيمات العمالية حق الحصول على تبرعات داخلية، وأيضا من البرلمان تجريم إهانة الرموز التاريخية بنص قانوني. عمرو فارس هيقول لنا ليه هو ضد هذا التجريم وضد هذا القانون. أما زميلتنا أميرة العدلي فهتجيب على السؤال هل نشر صورة الفنانة شادية والحمد لله اللي هي ربنا يعني يقومها بالسلامة من داخل المستشفى خطأ أم سبق صحفي؟ أنا بقى هقول لكم لماذا أرفض وبشدة زيادة عدد حروف التويتر، مزعج جدا جدا. خلينا نبتدي بعفاف. طيب، المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره اللي قدمه للبرلمان ركز على عدة نقاط، هي كتيرة شوية بس احنا هناخد منها بعضها، زي مثلا حالة يعني ما احنا مش هنتكلم في ال 15 يعني، زي حالة الطوارئ وقانون التظاهر والاحتجاز لفترات والتعذيب بين قوسين الممنهج والمحاكمات العسكريه، والاهم هو الاختفاء القسري، وانا شايفه ان ده تعبير مشبوه الحقيقه لمزاعم غير حقيقيه. هنرجع تاني وهقول ان الحقيقه انا باخد جانب البرلمان وهو بيدافع عن الحكومه، وشايفه ان ردهم على التقرير المجلس القومي وتفنيده بان المجلس القومي لحقوق الانسان استند على تقارير أجنبية، والتقارير دي استندت بدورها على تقارير من أفراد ومن كيانات هم بين قوسين كده مشبوهين، وكلنا عارفين التقارير دي بتتعمل ازاي وبيدفع فيها قد ايه علشان تتعمل بشكل غير حقيقي وغير مطابق للواقع. احنا بنبص للواقع بتاعنا وبنطبق لما بنشوف التقارير دي وبنيجي نشوف الواقع بنلاقي يعني في فجوه عميقه جدا وفجوه كبيره جدا بين ده. البرلمان الحقيقه انا مش شايفه ان هو بيدافع عن الحكومه في النقطه دي، زي ما يعني في هري كتير في مساله ان البرلمان بيدافع عن الحكومه والمفروض ان هو ينتقد. لا، انا شايفه انه مش بيدافع عن الحكومه، انا شايفه ان في وجهات نظر تلاقت مع بعضها في حقائق، وده رايي. لا، هو البرلمان بيدافع عن الحكومه على طول الخط، يعني ما المشكله مش بس في تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان، المجلس القومي لحقوق الانسان ده مش منظمه اجنبيه، وفي النهايه هو مؤسسه مصريه، مجلس قومي مصري بيعين اعضائه من رئيس الجمهوريه، يعني كل اللي موجودين يعني لا احد يشكك في وطنيتهم. فكره الاختفاء القسري، المصطلح واعتراض البرلمان على المصطلح هو مصطلح عالمي، يعني في النهايه احنا مش هنمصر كمان المصطلحات ونقول اصل الاختفاء القسري دي كلمه مش عاجبنا اصلها كلمه وحشه. في النهايه في 350 شكوى اتقدمت للبرلمان، لا اتقدمت للبرلمان، اتقدمت للمجلس القومي، وبتتقدم على فكره نفس الشكاوى دي بتتقدم للجنه حقوق الانسان في البرلمان بالمناسبه، يعني زي برضو لا 300 يعني معلش كملي 350 وبعدين حصل في يعني بتتفحص. انا في النهايه بقدم تقرير سنوي ان انا اتقدم لي 350 كذا، واكتشفنا منهم ان في 20 نعرف مصيرهم والباقي ما نعرفش مصيرهم. لا 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 معلش، لا 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 معلش معلش هوقفك هنا، ان كلهم اتعرف مصيرهم، ما في 20 بس اللي هم كانوا محتجزين فعلا ودلوقتي اتعرف مصيرهم كمان، اتعرف مصيرهم يعني بعد ايه؟ مفيش يعني بعد مفيش ايه؟ بعد ما فعلا ال 350 اللي متقدمين هم مفيش حد منهم، مش مفيش حاجه اسمها مختفي قسريا الحقيقه يعني عندنا في مصر. مش اوكي، ده مصطلح انا دلوقتي قدمت شكوى، انا قلت انا مش لاقي ده مصطلح مشبوه، ده مصطلح مشبوه، ده مصطلح عالمي، مالوش وجود على ارض الواقع. انا اقول مفيش حد عندنا، انا اطلع اقول مش موجود عندي حالات، ما عندناش لكن قصر غير بعض الشخصيات اللي هربت وراحت اشتغلت مع داعش، بعض الشخصيات الثانيه اللي هربت بفلوس ناس ثانيه وراحت اشتغلت مع اوروبا، يعني ده الست اللي هي كانت مرات واحد اخواني وهي اخوانيه ولمت فلوس وراحت اشتغلت في بلجيكا ولا ما اعرف السويد وقالوا اختفت. في النهايه لما تقدمت شكاوي واتفحص
فحصت، اتقال ان في فحص الشكاوى حصل 1 2 3، ده المجلس بتاعك، ده مش مجلس من بره. لا انا ما بتكلمش هو بره ولا جوه، هو مستند على ايه؟ مجلسي اللي هنا ده مستند على ايه؟ مستند على الاعلامي الحقوق. لا 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 بيستند على، لا معلش انا ما بتكلمش هو متكون ازاي، لا معلش معلش ده شغلي كمان، ده شغلي. هو متكون ازاي دي حاجه بيعتمد طبعا على كل المواثيق الدوليه، لكن التقارير اللي بيستند عليها هي تقارير اجنبيه. هو لا هي مش تقارير شكاوى الواقع بتاعه. هو السؤال بس هو اصل الموضوع، هو البرلمان وظيفته ان هو اللي يرد على التقارير دي ولا الحكومه؟ لا لجنه حقوق الانسان، لجنه حقوق الانسان في البرلمان. ثانيه واحده، ثانيه واحده، يحكم نفسه. لا ما لا 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 في اي سبب في الحاله دي مش للحكومه. الحكومه المفروض هي اللي بترد على هذا الكلام، والبرلمان بيحط تعليقه بعد كده على رد الحكومه. ايوه ايه النوم اللي احنا معلش احنا برضو مش هنقول البرلمان، احنا اللجنه حقوق الانسان اللي في البرلمان، وده اختصاصها. هي جزء من البرلمان. ده يا جماعه هي جزء. وهو ما المشكله، ما المشكله او ايه المستغرب في انه البرلمان يدافع عن صفه الدوله اذا كان هو برلمان منتخب عن هذا الشعب؟ لا. يعني اذا كان شايف انه ليس الموضوع علاقه بصفه الدوله، صفه الدوله ليست الحكومه، صفه الدوله هي مصالح الشعب. برضه ان هو بيدافع عن لما الدولة. نتكلم على صفه الدوله يبقى نتكلم على مصالح الشعب، مصالح الشعب. ما يلوش مصطلح زي الاختفاء القسري وكل يومين ثلاثه بين السودان وليبيا. انا مش فاهم الامور بمسميات، مفيش حاجه اسمها اختفاء قسري. انا بس عايز ادافع عن مجلس قومي لحقوق الانسان، لانه بعيدا بقى عن فكره الاختفاء القسري وغيره، هذا المجلس هو مجلس معين. اولا هو أيوة. مجلس مش منتخب، هو مجلس معين، ده اول شيء. ثاني شيء هذا المجلس بيتقدم بكل شكاوى لوزاره الداخليه، وزاره الداخليه بترد في فقره كده فيها رد وزاره الداخليه. وفي احيانا الوزاره ما بتردش، بس في معظم الاوقات الوزاره بترد. لجنه حقوق الانسان من حقها انها تناقش هذا التقرير، لكن وقد يكون هذا الجدل. فاظن ان دور لجنه حقوق الانسان انها تناقش هذا التقرير. ما هوش مشكله ان عن دور البرلمان اطلاقا، لكن المشكله انه البرلمان في اغلب المواضيع هو بيعتبر ان الحكومه دي جزء منه وهو منوط بيه الدفاع عنها، في حين ان هو دور في الاساس يعني تشريعي ورقابي على عمل. هل هو خرج على لما تبقى الحقيقه؟ ده كلام يعني في الحاله اللي احنا بنتكلم فيها. البرلمان واضح ان البرلمان عنده مشكله كبيره جدا لما يحول الموضوع لقضيه دوليه. اتكلم في الحاله دي. لا لما يحول الموضوع لقضيه دوليه ويتكلم على ان المجلس القومي لحقوق الانسان بيستخدم مصطلحات دوليه، وانه هنا وان بياخد تقرير من منظمات مشبوهه، فده اتهام للمجلس القومي. مين اللي قال انا اللي بقول مشبوهه؟ على فكره هو ما قالش في هذا التوصيف. لا اميره ايه دخل المجلس القومي لحقوق الانسان؟ مجلس مش المجلس، مش البرلمان هو اللي بيقول مشبوهه، انا اللي بقول مشبوهه. هو يعني يا جماعه ما هو لا هو طلع انا اتوقع عكس ده من البرلمان اللي اقر قانون الجمعيات الاهليه في 48 ساعه. يعني هذا المجلس للاسف، يعني انا بعيدا عن فكره الاختفاء القسري، ولكن هذا المجلس للاسف يعني يبدو انه ضد الجمعيات الاهليه، يعني هو غير منحاز للجمعيات الاهليه، عنده مشكله مع الجمعيات الاهليه، قد تكون عن حق وقد تكون عن باطل. ولكن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ملوش علاقه بالجمعيات الاهليه. لا هو من ضمن حقوق الانسان مش جمعيه اهليه، ده مجلس. ايوه يا رب هو بيناقش الجمعيات الاهليه، بتناقش حقوق الانسان، فهو كمان يرى انه تقرير. او ممكن حضرتك عايزه تقولي ان هو ضد فكره حقوق الانسان عموما. يعني مش عايزه اقول كده علشان ما اعملش. انا اتجاه عام موجود وهيبان في الموضوعين اللي جايين كمان. احنا عندنا مشكله حقيقيه مع فهم البرلمان لدوره. طيب خلينا ننتقل لقضيه اخرى، وهي مع حضرتك وهي حاجه زي كده بس في هذه النقطه. انا لا وانا برضه في النقطه دي انا مش طيب ننتقل لقضيه اخرى داخل البرلمان. القضيه اللي بعد كده انا بالنسبه لي شديده البساطه في انه هو الاغلبيه في البرلمان عرضت نص قانون حكومي على حق التنظيمات النقابيه في تلقي تمويلات داخليه. انا من الناس اللي شايفين ان النقابات يجب ان تكون مستقله تماما والا تتلقى تمويلا من اي جهه، لا في الداخل ولا في الخارج. واضرب بذلك مثلا نقابه الصحفيين، وارجو ان الساده الزملاء كلهم يعذروني في هذا الموضوع، انه ما تتلقاه نقابه الصحفيين من بدلات حولت الصحفيين الى
جهة مش واقفة في المكان المناسب ليها. انت مش المنطقي ان انت تبقى بتتلقى من الدولة تمويل ومتوقع ان انت تبقى معارض يعني منتقد موضوعي. صعب قوي فكرة يعني ما بتصورهاش. اما لا استسيغ اطلاقا ان انا اللي يطعمني يبقى انا مطلوب مني ان انا اراقبه او ان انا اعدل على دوره او ان انا اطالبه بحاجه لا يقوم به. ده بالنسبه لما يخص النقابه اللي انا عضو فيها. بالنسبه لباقي النقابات في الدنيا كلها غالبا بتبقى معتمده على تمويل من اشتراكات اعضائها او من جانب من الاستثمارات هي بتقوم بيها. وده انا مش شايف فيه اي عيب اطلاقا. انما ان هي تتلقى من جهات بعد كده هبقى هتسائل على طول هي توجيهها بيجي منين. لانه اللي انا اعرفه انه اللي بيدفع مليم في هذا الكوكب اللي احنا عايشين فيه دايما بيبقى بيحصل قصاده على سلطه. ده كلام امر منتهي لانه الفلوس طالما دخلت في الموضوع ليست عملا خيريا وليست عمل يعني في سبيل الانسانيه والعمل النقابي. ده رايي. طيب يعني مبدئيا خلينا الاول نتكلم على ايه هي النقابات. النقابات هي مؤسسات بتشكلها مجموعات من الناس بتمارس نفس المهنة لها مصالح مشتركة. والنقابة مفروض انها هي بتنظم الدفاع عن مصالح اصحاب المهنة الواحدة وبتوفر لهم مجموعة من الخدمات. وبالتالي فالنقابات بشكل شكلي المفروض ان هي ملهاش اي علاقة بممارسات سياسية او التدخل في العمل السياسي او العمل العام. وان كان بعض النقابات بحكم تخصصاتها بتدخل في هذا المجال. وبالتالي حصول النقابات على اي نوع من انواع التمويل وهو امر يحدث في جميع دول العالم. وكل النقابات اللي بتمثل مهن في اي دولة في العالم بتحصل على تمويل من مصادر مختلفة. منها تبرعات بتجيلها من شركات ومنها ايفنتس بتتعمل عشان يجمعوا تبرعات من الناس لخدمة هذه النقابة وتحقيق اهدافها. وبالتالي ففكرة انه النقابة تحصل على اي دعم مالي من اي جهة لا يعني ان الكلام ده هيبقى له اثر على قرارات النقابة. لان النقابة ملهاش اصلا قرارات تخص الشأن العام. النقابة شغلتها الدفاع عن مصالح المنتمين ليها وتوفير بعض الخدمات. خليني أسأل يعني وأنا يعني خليني أسأل أسئلة مبدئية جدا في هذا الموضوع لأنه أنا مش فاهماه قوي. حضرتك بتقولي إنه النقابات برا بتاخد يعني مثلا نقابة عمال الحديد مثلا هل من المقبول إنه يتبرع لهم عز وابو هشيمه وجرحي يعني وكل دول مش المشكله؟ لا طبعا لا ثواني بس يعني اذا كانت نقابه عمال فانا هنا صاحب العمل ولا مصلحه العمال؟ واذا تبرعت لهم مستشفى من المستشفيات يعني ايه مستشفى يعني مستشفى ازاي يعني؟ اذا تبرعت لهم شركه بتمارس العمل التجاري في اي مجال اخر ايه المشكله؟ مثلا نقابة المهندسين لما يجي لها تبرعات من شركات ليه بقى؟ ما هو ليه 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 هيتبرعوا لها ليه؟ لانه نقابة المهندسين عندها القدرة انها توفر برامج تدريبية للمهندسين. في فرق بقى في فرق اللي هيفيدوا الشركات دي بعد كده. في فرق عندها القدرة انها تنظم مؤتمرات علمية. ايوه تعمل ده حاجات تعمل ده في مجال مقابل الاتفاق تعمل ده وتاخد مقابل استثمار لطاقتها. وانا قلت ان ده مقبول. انما ان تتلقى عطايا من اي جهة القانون لا ما بيمنعش ده يا فارس. بيمنع هذا الكلام. بص يا فارس انت والبرلمان اعترض على ده. انت بدات كلامك وقلت كل نقابات العالم بتاخد وده غير حقيقي. لا معلش لا معلش التعميم ده حضرتك هاتيلي دوله في العالم تعالى عندها قانون. تعالى روح فرنسا. هاتيلي دوله في العالم تعالى روح فرنسا ودي اللي انا عارفاه. بيمنع النقابات من جمع تبرعات. طيب اوكي تعالى روح فرنسا ودي اللي انا عارفاه. ما فيش جمع تبرعات للنقابات. تتكلم ازاي؟
تتكلم ازاي؟ انت ما تتكلمش على الاطلاق على حاجات انت مش عارفها. انا بس لا 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 معلش لا, 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 لا انت ما انتش عارف كل نقابات العالم بتجمع تبرعات ولا لا. ده غير حقيقي على فكره. هذا الكلام لا انا براجع لانه بس انا بذاكر بتتعمل انا بذاكر ليه ما ينفعش؟ انا عايز اعرف مصالح. فين تضارب المصالح؟ راس المال بيسيطر على النقابه. فين فانا هنا اقول عمال ازاي؟ حضرتك قولي لي بس فين النقابه اللي بتحقق مصالح لاحدى الشركات؟ هي ما هي اشرحي لي ازاي يتم ده؟ اقول لك انا نقابه الصحفيين لما تحقق مصلحه لصحيفه انها تطنش على الصحفيين اللي مرفوضين من هذه الصحيفه لانه مالكها اللي عنده مصنع المونيا دفع قرشين. طيب حلو احنا بنتكلم كمان على النقابات المستقله. لحظة واحدة بس. ولما تبقى ما بتتلقاش هذه التبرعات وتتهم بعد كده نقابة الصحفيين انها بتطلع موضوعات على هذه الشركة عشان هي ما بتطلعش. لا 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 نقابة عمال الحديد مثلا. نقابة عمال الحديد التي تحمي مصالح العمال ازاي تتلقى تبرع من ابو هشيمة او احمد عز او الجرحي او ده جزء على فكره هي بتتلقى دعم كمان من الدوله. الشركات الشركات ممكن بتكون بتدفع جزء مثلا حاجه بالقانون تامينات او الحاجات اللي علاقه بالعمال لتقدم النقابه. يا جماعه على فكره بس كل الشركات في مصر بتدفع فلوس للنقابات العماليه مش في بالقانون. بالقانون هذا القانون بيعمل ايه؟ طب بيحرم النقابات من الجزء اللي ليه علاقه بالفلوس من الفاند ريزنج. طيب بس ده اعتقد في قضيه ثانيه ايضا لها علاقه بالبرلمان طبعا. يعني البرلمان معانا النهارده. هو الحقيقه انا لما ببص على البرلمان وعلى اداء البرلمان بستغرب جدا اني دايما بلاقي انه البرلمان بياخد لنفسه مواضيع ويعتبر انه هو ده دوره في حين ان هو بيغفل او بلاش نقول بيغفل في حين ان هو الدور الرقابي اللي مفروض يقوم بيه الحقيقة مش قايم بيه كويس. وبعدين نبص نلاقي انه حديث حصل في احد البرامج طلع حد اتكلم كلام فنبص نلاقي البرلمان بيتحرك عشان يعمل قانون عشان يمنع الناس انها تتكلم. واخر حاجة طلع ان احنا نلاقي قانون معمول من اربع مواد عايز يجرم الحديث عن الشخصيات التاريخية وبيعرف في رموز والشخصيات التاريخية اللي ان هي الاسماء اللي جاية في الكتب انهي كتب. ويعني احنا هنلف المكتبات مثلا عشان نحدد الشخصية التاريخية من غيرها. وبعدين انتقاد الشخصيات التاريخية والرموز يعني مثلا لما نيجي نتكلم على مذبحة القلعة ومحمد علي هل لو جرحنا في محمد علي واعتبرنا ان مذبحة القلعة دي كده انت ايه انا موضوع في عمل سيء قام بيه محمد علي ضد المجتمع كده هتروح نبقى كده بنهين رموز المجتمع وبنهين مليون جنيه السيد محمد علي اللي هو اقام مصر الحديثه. الحقيقه البرلمان بيدخلنا في حتت غريبه جدا وواضح ان هي الناس بما انها ما بتقدمش استجوابات وما بنتفرجش على البرلمان وبنشوف فالناس قررت انها تستفيد بالوقت في عمل قوانين انا مش فاهم معموله ليه وده رأيي. هو الحقيقة اعتقد انه اعداد البرنامج كان متوقع ان انا معترض على هذا الموضوع. انا مش مصدق انت معترض. لا 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 ثواني ده انا عايز اوجه التحية للي صاغ هذا النص اللي مفيش فيه ولا عبارة سليمة تساوي سليمة معنى
غير عبارة وينشر في الصحيفة الرسمية. على فكرة البرنامج ده بيبهرني يعني دي الفقرة دي بتبهرني. أنا عندي سؤال. اتفقنا جميعا. أنا عندي سؤال. أنا قبل ما أجي أنا عمال أفكر. سيبهولي. هتعرض على إيه؟ سيبهولي. أولاً الفكرة بتاعت احترام الرموز فكرة ضميرية. طبعا. فكرة وطنية انك تحترم الناس اللي انت شايف ان هم ساهموا في بناء هذا البلد، دي حاجة بينك وبين ضميرك، بينك وبين ضميرك الوطني، ما يصحش يبقى اهدافك انك تهينها. اما ان تقنن فقول لي يا مولانا للاغراض البحثية مثلا انت هتعمل ايه في حالة الدراسة اذا كان واحد محتاج اعفاهم ان شاء الله. ثواني ده استثنى من العقوبة ولم يستثنى من التجريم. لا انا بوجه التحية للشخص الذي استطاع ان يصوغ. انا درست القانون على قد حالي كده ومتخرج من كلية حقوق، وببص على هذا النص على اساس انه نص مبدع في مدى كمية الاسفاف اللي ممكن يتحط فيه. ولو عدى بقى ولو عدى يبقى وأقر، يبقى نعمل حلقة هنا لأنه هيبقى يوم يعني بصراحة يعني هتبقى ليلة تاريخية بصراحة. أنا الحقيقة مش يعني تقام فيها الأفراح. لا يعني الرموز دي موضوع مطلع. لا هو احنا بنرجع تاني لفكرة التابوهات وفكرة التقليل وفكرة لا إن أنت التابوه موجود. التابوه موجود. أنا أحترم رموز بلدي. أنا أحترم التابوه. إنما بهذا النص له علاقة زي ما أنت قلت بفكرة الضميري الإنساني وفكرة أنا يعني طبعا. إنما إعادة قراءة النص مرة تانية أو إعادة قراءة عن وتنتقدها وفي سؤال القانون انا بتكلم من الواجهه يعني القانونيه. انت بتحاول تحط قانون تمشي فيه التعبان على خط مستقيم. لا وبعدين عارف ان هو ناس كتيره جدا معجبه بهذا القانون إيه؟ وترى ان هو معجبه بالفكره الوطنيه وراء داخل البرلمان. الحفاظ على التراث والحفاظ على الرموز. لو البرلمان بقى عايز يعرف كلامنا بيتعمل ازاي، كلامنا بيتعمل بحملات ثقافيه إعلامية بتعرف الناس بتاريخها، بتعرف الناس بالشخصيات المهمة اللي حكمت البلد دي أو كان ليها أدوار وطنية. بعض الدول بتقرر في قوانين زي ألمانيا عملت بعد الحرب مثلا. ثواني، في بعض الدول بتقرر إنها تفرض حماية فكرية على بعض الموضوعات زي الهولوكوست مثلا في ألمانيا. ما ينفعش تناقشها أساسا، ما ينفعش تبقى مجال للدراسة. ألمانيا الحقيقة كمان لما عملت الكلام ده عملت الكلام ده وهي تحت الاحتلال، والقرار ما كانش قرار. لا بس هو مين بيحمي الهولوكوست حول العالم؟ اليهود نفسهم يعني وارد ان يكون هناك قانون يحجر على الافكار، انما بهذا الشكل المطاط وبهذه طيب الصياغه. طيب هو انا عايزه هو كان قصده ايه؟ كان قصده ايه؟ البرلمان مثلا طب استنى يراجع نصوص التاريخ اللي بتدرس في المدارس. هو خد النيه الحسنه وبيحاول يحولها لقانون. ده طيب هو انا بس عايزه اسال، هو مين الرموز اللي هو كان بيقصدهم؟ هل هم بتوع القرن العشرين 19 والعشرين، ولا هنرجع من اول حضارتنا القديمه مثلا؟ وحد اتكلم يعني احنا مثلا لو اتكلمنا عن سنيفرو مثلا، ولا على خوفو، ولا على مثلا ولا على مرسى عنخ الاولى والثانيه والثالثه، ولا على اي ولا احمس ولا تحتمس الثالث، لو انتقدنا مثلا رمسيس الثاني وقلنا والله ده هو ما طلعش بالحمله العسكريه وان هو كل اللي كاتبه ده تخش السجن. يعني انا مش قادره على طول. هو هل هو مؤرخ المؤرخ الاستاذ اللي هو النائب اللي هو بيقدم هل هو مؤرخ؟ هل هو طب الناس المؤرخين هيعملوا ايه؟ هيجيب خبير والحادثه او العمل التاريخي ده لا يعني هو الحادثه التاريخيه او العمل التاريخي اللي هو من وجهات نظر مختلفه هنخليها وجهه نظر واحده كده هو بس اللي يقرر حسب القانون اذا كانت دي فيها ده ضد منهج التاريخ نفسه ضد اي منهج ضد منهج التاريخ نفسه هو حط نفسه في حاجة وهقدمه. طيب لو شخصية بقى في التاريخ بس المهم ما يعديش لو شخصية في التاريخ احنا عارفين انها شخصية مش كويسة في 60 وحد دخل وحد دخل يشكر فيها القانون يعاقبه ولا ما يعاقبه؟ لا اشكر براحتك واحنا عارفين انها شخصية مش كويسة. لا يعني مثلا احنا ممكن دلوقتي نتكلم على ميزات ابو لهب بقى وميزات مرسي او ميزات مرسي بس هو شخصيه مش بعيد بلاش ابو لهب خلينا في القريب. مرسي موجود في كتب التاريخ انا مش قادر افهم
يعني ثلاث قضايا، انا لازم اخرج فاصل، بس ثلاث قضايا من البرلمان، من الواضح ان البرلمان عنده شغل كتير، بس اتمنى انه بس يتفرغ للاعمال الاهم او يشترك معانا حتى في فريق الاعداد في الفقره طالما بيبعت موضوعات بالشكل ده. ليش؟ ما اعتقدش. فاصل ونرجع.